السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في مكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. وردوان اليوم 24 في شهر 4 2022، هذا الخيرات تاع الكر الكزاري تاو الكزاري ان شاء الله مازال غنعرفوا الناس فينا تاع الخيرات هنايا. غادي كنتي هضرب قرب مدينه البقع والشرياق والكزاره في حد ولاد عبدون بخريك. نحييو الناس اللي تتشارك معنا في القناه الزيتوني مرجان. سير 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 شحال كاين الثمن عندك؟ في 80 وزياده. في 80 فيها هذا غير تتبع في مدينه خريبكه. هيا دير الحاج الفوهر باقي ما حشيتيش ردوا. واحد 510. وشحال السي محمد؟ هو المعطي. وشحال الحاج؟ شحال؟ 436. وحشيش 436 غادي تتباع في مدينة خريبكة. هذا العرض اخويا هذا تساوي شحال؟ هذا دا الحاج حمد 436. هذا 30 كان 436 36 غادي تتباع في مدينة خريبكة. واخا سيدي مرحبا مرحبا. شحال؟ هما جوج 850. هما جوج حد ولاد عبدون بخريبكة. بعد الباب شحال هما؟ جوج ملايين. جوج ملايين حد ولاد عبدون بخريبكة. كاين عواشير حد ولاد عبدون، كاين شوية الرواج والسلعة قليلة على حساب الرواج اللي كاين فيه. مع عواشير كاع الكزارة باغيين يذبحوا اليوم. تبارك الله السي مصطفى ياك بخير. اليوم بالسلعة غالية ياك. شحال يتقام تقريبا؟ شحال يتقام السي مصطفى اليوم؟ 60 درهم والفوق. السي احمد راه شافك فاش كرتي 60 درهم. واش عاطيني فيها شحال؟ احنا كما تشوفوا ما خلوناش كيفاش نصوروا، وكاين شوية الرواج من كل بلاصة، واتزام خريبكة فيني بن حمد الكزارة من كل بلاصة اليوم حيت عواشير كاين شوية البيع والإقبال. كما قال لنا أكثر من 60 درهم اللحم. هذا ب 410. وصلناش كيفاش نصوروا مع شي مفاوضات على واحد الدروبة. حد ولاد عبدون بخريبكة هذا 410. 20000 تاع الدرهم و500. هذا 460 اي 23000 تاع الدرهم في حد ولاد عبدون بخريبكة. كاين الثمن وكاين البيع شويه، كاين اللي قبال حد ولاد عبدون بخريبكة.
نحييو اي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. مرحبا مرحبا. اش ارخص عرض فريق اليوم دوزا في السجوان ارخص انا والله مدي ومصطفى ١٣٠ حد ولا تعبتون بخريبك كاين السلعه مليح كاين جميل الالوان وكاين شويه الرواج كي تنشوفوا معنا حد ولا تعبتون بخريبك مع وشير كاين شويه الرواج شحال 14٪ في النهار تحمل 110 510 حتى 14٪ كيضرب في النهار 14٪ 70 درهم 510 وكان اليوم كاين شويه الثمن وكاين شويه الرواج في حد ولاد عبدون بفريمكا. نحييو اي مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. ولا الحاجه صح خلت انت ما تخليش كاين نذكر جميع الالوان كاينه حد ولاد عبدون بخريبكا. هذا شحال؟ 470 470 470 سي محمد تيبي في الثور الجزائري بشحال غادي تقابل اليوم؟ 65 درهم 65 درهم بكر مليح بكر مليح ب 65 درهم والاخر الزرق بشحال تقريبا؟ 60 درهم 60 درهم كما قال لنا سي محمد برهمي تيبي 20 في الثور الجزائري هنايا في حد ولا تعبتون بخريبكا 65 درهم هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين. عشرة قلت لك يضرب 14٪ في النهار 14٪ في النهار ياكل لحم ما نقول لا الفقلا صاحبي ايوا باين هاد الشيء غالي كثير مع دي عواشير عشرة ما خلينا المولى السادسة انا اللي تخلصت وسعي سعيد وسعي اخويا اديه يا وليدي اديه الغرميه اش دايره مصاب؟ هي غاليه 75 درهم كتقول لي شحال؟ 15٪ حتى كاينه ب 13٪ 65 15 النعجه هما تيحاولوا لي بدريه مرقد ولاد عبدون سنا الحليب 15٪ مش غتحافظ موجوده بعدا لا موجوداش قريبه حد ولاد عبدون بخريبكا كاينه جميع الالوان تاع السلاق واليوم الرواج كاين عواشير كاين الرواج كي تشوفوا معنا هاد الرواج مازال باقي الرواج في حد ولاد عبدون بخريبكا السلعه شويه قليله على حساب السوق في حد ولاد عبدون بخريبكا السلعه راه كاينه ماشي ما كايناش ولكن كاين الرواج كالزهره من كل بلاصه كاينين هاد الخيرات في حد ولاد عبدون بخريبكا هذا هو الرفقي من رفقي بن صالح اهلا كي داير اسي بخير وجيتوا اليوم انتم بجوج كاين كاين باطرون بعدا مرحبا شحال هاد الخيرات شحال مليون و80 سي صالح وبيع بيع اي الله يسهل الله يسهل شحال اللي عطوك فيه؟ وارض زوين ما بعتيش هاد الارض
شحال هاد السي الحاج؟ وبيع السي الحاج وقالك ما سالكش هاد السي ما سالكش؟ هاد الراجل غير كساب وباقي شاد راه خاصك تبيع انت هيا الله يحسن العون الجميع ها؟ قاتلوا العنف العنف قاتل مول الحال الله يحسن العون الجميع